صباح الخير والسعاده والامل صباح الورد والياسمين على عيون كل المصريين صباح الصحه والسعاده وجبر الخواطر احنا ايامنا الكتير اللي فاتت دي يعني بقى بتمتاز كده بشيء من العنف وطول الوقت كده عندنا كلام قاسي ونسينا ان احنا حوالينا ناس سواء كانوا غلابه او كانوا محتاجين او جاء عليهم الزمن او تفاجئوا كمان بمرض بيحول شخصيتهم من من واحد في كامل صحته وقدرته ونشاطه وعمله وادائه لانه يصاب بمرض وحش جدا يخليه يفقد حتى طعم الحياه او حب الحياه بيبقى على طول شغل باله ولادي حياتي امي ابويا فبتفضل العامل النفسي ده بيبقى من اكتر العوامل الكفيله انها تعزز من الروح المعنويه وكتير قوي دراسات في العالم كلها قالوا انه العامل النفسي وتعزيز العامل النفسي ده بيكون سبب من اسباب الشفاء العاجل طبعا انا بتكلم مع حضراتكم عن مرضى السرطان وده كان سبب ان احنا طول الوقت كنا في صباح اون بندعم كل المبادرات بندور على كل الناس اللي بتعمل مبادرات في مصر لدعم مرضى السرطان نحاول نديهم امل كده في الحياه ونشجعهم ونقف معاهم يعني كلمة جبر الخواطر دي والله صحيح زي ما المصريين دايما بيقولوا جبر الخواطر على الله الكلمة الحلوة أو أنك تطبطب على حد محتاج بتبقى أحيانا بالدنيا بتبقى أكتر من أنت تدي له فلوس ولا أنت تفتح له بواب دي بتبقى عنده بالدنيا أن أنت تبقى حاسس بيه وواقف جنبه اسعد صباحك يا محمد يا صباح الفل صباح جبر الخواطر صباحك جميل أسمى صباح الخير على حضراتكم صباح السعادة والصحة والستر أجمل وأهم حاجة في حياة كل إنسان هي الصحة حافظوا على صحتكم، الصحه زي ما بيقولوا كده تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى، للاسف الشديد مرض السرطان من الامراض اللي يعني نسب الاصابه بيها بتكبر او بتعلى بشكل كبير جدا خصوصا في المنطقه العربيه. احنا ابتدينا البدايه دي ليه او أسمى ابتدت البدايه دي ليه؟ لانه امبارح كان في حدث مهم جدا شهدته القاهره لاول مره آآ آآ الجامعه الدول العربيه بتعقد منتدى او مؤتمر كده بيضم كل جمعيات دعم مرضى السرطان في العالم العربي لاول مره كل صوت مهم لاول مره بنشوف التضافر الجهود ما بين الجمعيات اللي بتشتغل لمراعاه مرضى السرطان في العالم العربي كل دوله كانت بتشتغل لوحدها لا امبارح آه شفنا تحت رعايه جامعه الدول العربيه وبدعوه من جامعه السرطان المصريه منتدى انطلق فيه ممثلين من لبنان ممثلين من السعوديه من الامارات من دول كثيره جدا هدفهم هدف واحد هو رعايه مريض السرطان في العالم العربي آه مهمه آه كبيره جدا يا اسماء اطلقوا امبارح مبادره في غايه الاهميه اسمها كل صوت مهم كل صوت مهم يعني كل صوت مريض بالسرطان في العالم العربي حقه يتكلم من حقه انه يشارك قصته ويشارك معاناته مع الناس من حقه علينا احنا ان احنا نتعامل معاهم بشكل جيد وبشكل ما فيهوش اي نظره شفقه لانه مريض السرطان من الحاجات اللي بتقتله يا اسمه هو الاحساس الشفقة في عيون الآخرين إنك بتعطف عليه بتعطف عليه يعني. علي. هو أنت ممكن تكون مكانه مم. وممكن أي حد صح. بكره يكون مكانه يعني هو المرض مش كبير على حد صح. فمبادرة إحنا بنحييها مبادرة يعني أطلقتها جامعة الدول العربية إمبارح حاجة تستحق الإشادة ونتمنى نشوف ثمارها الفترة اللي جاية تعاون ما بين جمعيات اللي بتشتغل على مراعاة مرضى السرطان في العالم العربي كله نسب مرعبة يا اسم الفترة دي صحيح الفترة. نسب كبيرة وعشان كده كمان بتشتغل كمان الدولة هنا ان احنا مش بس بنعمل مستشفيات كبيره ومبادرات وتبرعات كبيره جدا لمستشفيات السرطان لا كمان بقينا بنحاول ندور على الاسباب صحيح. اللي بتؤدي اصلا لمرض السرطان م. فخلينا كلنا نخلي بالنا كده انه ده بيسموه مرض العصر صحيح. ونبطل نقول ايه اعوذ بالله صحيح. المرض الوحش او نبقى حتى بنخاف ان احنا نذكر م. اسمه لا احنا لازم نوجهه لا حقيقه موجود عليك. وبيهدد ناس كتير وبيهدد اطفال صغيرين كتير ف مش كلمه الشفقه ان انت تطبطب على حد وتبقى خايف منه مم. او خايف تتعامل معاه دي قد ايه بتجرح ومؤذيه وبيتراجع نسب الشفاء فيها جدا مم. لكن ان انت تدعمه و... وتقف معاه تفتح له ابواب رزق حتى صحيح. تقف جنبه وتخليه ينزل الحياه ويشارك كده بشكل عادي ياخد دوره في المجتمع مم. يشتغل ما بقاش مكسوف أنه شعره صحيح. بيقع أو أنه شكله بقى هزيل أو الناس تبتدي تتعامل يا عيني ده غلبان يا عيني ده عيان بالمرض الوحش م. لا يعني شخص بالعكس عنده تحدي وعزيمة وفادة في قصص كمان يا أسماء قصص ملهمة صحيح يعني كتير شفناها دي احنا شفناها ودائما بنحاول نعرضها لحضراتكم وقصص ناس انتصروا على المرض من عشر سنين واستكملوا حياتهم بشكل طبيعي جدا قصص ملهمه على انه في ناس قادرين ان هم بالفعل ينتصروا على مرض السرطان ويكملوا صحيح. حياتهم بشكل طبيعي امبارح احنا كان حظنا يعني جميل جدا في صباحهم <applause> بقالنا فترة واخدين الخط ده، الخط شوية الإنساني اللي بنحاول نعرض فيه قصص وشرفنا هنا في الاستوديو عدد كبير جدا من اللي انتصروا على مرض السرطان امبارح يعني حظينا كده بتكريم من الجمعية العربية أو المنتدى العربي لمواجهة مرض السرطان أو دعم مرض السرطان في العالم العربي، يعني لفتة كريمة إن هم افتكروا صباح أون امبارح وكرمونا كرموا فريق العمل كله، ما كرموش حد بعينه لكن كل فريق العمل في صباح أون اتكرم امبارح لجهوده في نشر الوعي الخاص بمرض السرطان نقطة مهمة جدا هي الكشف المبكر على فكرة لو نشرنا ثقافة الكشف المبكر في المجتمعات العربية هنتفادى المرض بشكل كبير خصوصا زي ما سمعنا امبارح المرض اللي اتعرض بسرطان الثدي مم. أسمى لأنه أنا سمعت امبارح أحد الدكاترة على المنصة بيقول لو احنا اشتغلنا على حملات توعية. الست أو المرأة يعني تعمل كشف مبكر في سن معينة صح. مبكرة نسبة كبيرة من المرض ده هتنخفض يعني صحيح. قالوا بنسب أكتر من 40 أو 60% صحيح مش هتصاب المرأة وده العربية ده دايماً بنسمعه رسائل حتى بتيجي من مستشفيات زي بهية ومدرات قوية زي كوني سحر كوني الأقوى كمان كانت ضيفتنا هنا صحيح. موجودة معانا في الاستوديو الكشف المبكر خصوصاً مم. للسيدات يعني نسب شفاء وبيقينا اصلا من إصابة مرض السرطان بنسبه كبيره جدا خلينا نشتغل عليه وإحنا خصوصا من صباح اون احنا كان عندنا مذيعه عظيمه الله يرحمها آه فاطمه النجدي وكانت مريضه سرطان وقاومت وتعالجت ورجعت تاني للعمل صحيح. وكانت بقمه نشاطها ولغايه اخر لحظه كانت فيها على الهواء الاستاذه العظيمه <applause> فاطمه النجدي الله يرحمها كانت آه رجع لها المرض تاني وكانت بتؤدي عملها بكل نشاط وبكل حب وبكل مسؤوليه في صباح اون آه وكانت يعني بتتكلم انه اكتر حاجه آه آه غلط هي عملتها انه بعد ما, ما بيصاب مرض السرطان بالمرض أنت لازم تتابع ما تقولش آه لا خلاص الحمد لله انا بقيت كويس وتنسى آه اهميه ان انت تتابع وان انت تكشف على نفسك فبنرجع تاني نفس الفكره محمد انه زي ما الكشف المبكر مهم المتابعه كمان طبعاً. مهمه جدا ما تقولش خلاص انا حياتي خلصت ولازم متابعه الدوريه احنا عايزين يعني كل التحيه لروح فاطمه النجدي الطاهرة لانه قد ايه كانت فاطمه النجدي شخصيه اعلاميه ناجحه متميزه وقد ايه كانت بتحب شغلها وقد ايه كانت بتمثل تجربه لإزاي واحد في قمه تالقه وقمه نجاحه امام الكاميرا بيصاب بالمرض وبيقاوم المرض والاخر لحظه في حياتها كانت صح. مصممه انها ترجع قدام الكاميرا اسمه وتشتغل وتك... و... 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 وتوجه الرسايل للمشاهدين وتؤدي عملها بكل مهنيه ف... فتحية روح فاطمه النجدي آه احنا امبارح آه زي ما قلنا يعني اتكرمنا فبنقول لنفسنا يعني بنحيي طبعا كل فريق برافو صباح اون برافو صباح <applause> من حقنا يعني لو لو ان احنا نهني نفسنا لكن انا عايز بس قبل ما نروح التقرير نشكر كل فريق صباح عن. كل الفريق صباح الاون واحد واحد اسم اسم من الاعداد للبروديوسر للاخراج كلنا يعني الفتره اللي فاتت ما شاء الله عليهم حاولوا ان هم يقدموا خدمه بسيطه وده حقكم علينا خدمه بسيطه جدا لحضراتكم عشان نوعي الشارع المصري بخطوره مرض السرطان وازاي فعلا ننشر وعي صحي فتحيه لفريق صباح اون الجايزه دي جايزه باسم البرنامج وباسم صباح اون